هعمل كفتة بالبطاطس. طيب عندي نص كيلو لحمة مفرومة وش واحد، لاني هفرمها عندي في الكب. واحد بيضة، نص كوباية بقسماط مش هضيفها كلها، عندي بصلاية مبشورة متصفية من اي مية، بقدونس مفروم، ملح وفلفل، بهارات لحمة، واكيد انا موجودة يبقى فيه بابريكا، وشوية قرنفل مطحون. الجديد او المختلف شوية سنة قرنفل بتخلي طعم الكفتة حلو قوي، وبتدي يعني تيست كده بسيط مش ظاهر، يعني بحط يا دوبك ربع معلقة صغيرة يمكن اقل كمان، بس القرنفل مع اللحم بيبقى حلو قوي. انا عندي نص كيلو لحمة مفرومة، شايفين الابيض فيها يعني زي ما 20% عشان تظبط معايا وتبقى زي الفل. عندي بيضايه، طب انا مش عايزه احط بيضه، احط ايه؟ دي طراوه للكفته، معلقه كبيره من الزبادي تبقى هايله جدا، وللناس اللي مش عايزه تحط بيض. بحط ربع كوبايه بقسماط، وبحط البصله، مش هحط البقدونس دلوقتي. وعندي التوابل، حط البابريكا. هوريكم دلوقتي بقى هعمل ايه، هتشوفوها حالا. حط سنة قرنفل وملح وفلفل طبعا، يعني مثلا المقدار ده، معلقة صغيرة مليانة من الملح وشوية فلفل اسود اهو. هنضربها وهتشوفوا دلوقتي القوام هيظبط ازاي. ايوه ركزوا بقى هنا، انا هشوف كميه البقسماط محتاجه كميه كتير ولا هكتفي بربع كوبايه. انا لازم استنى ان الكبه بتاعتي او اللحمه بتاعتي اللي هنا تلم كوره في جنب واحد، ده هيجي من درجه الفرم المظبوطه. شايفين اللي انا كنت بتكلم فيه اهي، لمت كوره، يبقى كده الموضوع عندي تمام. انا مش محتاجه اي حاجه تانية، اجيب بس بوله، شويه بقدونس، كزبره، عايز تحطي شبت بيتي طعم حلو قوي لو انت من الناس اللي بتحبي الشبت. ضربه كده اخيره على ما نلبس الجوانتي. عايز تحطي شويه زيت على ايدك وانت بتشكليها، بس انا هي مش هتلزق. بصوا عامله ازاي، ممكن اعملها صوابع، ممكن احشيها كمان جبنه، ممكن احشيها بسطرمه ميكس بتاع البيتزا، اي حاجه اي حاجه تيجي في بالك احشيها. باخدها كده بس وببتدي ان انا اشكلها. لما نيجي نعمل الكفته خليني ارصها والطاسه بارده مع الماده الدهنيه، وبعد كده شغل النار. لو تقدروا تدخلوا الكفته بعد التشكيل الفريزر 10 دقائق تبقى احلى. ليه؟ الماده الدهنيه اللي عندي او الدهون اللي جوه الكفته هتبتدي تشد ومش ممكن تفك منك. تعالوا بقى نكمل مقادير التسبيك عشان تبقى ايه كل حاجه واضحه قدامكم. دول ممكن حتى ابقى اسويهم في الفاصل عشان نعمل الكميه كلها مع بعض. طيب مقادير التسبيك، تعالوا نشوف، نشيل كمان الكبه دي. عندي بص انا حبيت اعملها بطاطس اللي هي الصغننه اللي هي البيبي خالص دي، قشرتها غسلتها وقشرتها كويس جدا، وبقت عندي صغنونه كده بتبقى حلوه قوي في الاكل، وبتبقى شبه الكفته، فبيبقى الموضوع مختلف عن التقليدي اللي هي المكعبات، فحبيت بس للشكل مش اكتر. عندي كيلو بطاطس بيبي النونو دي، عندي بصله مفرومه، عندي كمان 3 صوص من الثوم، عندي معلقتين من صلصه طماطم، نص كوبايه ميه، كوبايه عصير طماطم، ملح وفلفل وسكر. والحله عندي سخنه جدا، يعني ايه، هنزل البصل الاول، شويه زيت، نشيل بقى خلاص ده، هقلب على طول ها عشان السخونه. كاني بعمل تسبيكه عاديه خالص، مفيش حاجه فيها مختلفه. نظبط ملح وفلفل ونقلب، ريحه البصله بشويه الملح والفلفل دول بالدنيا كلها. انا مستخدمه نوع زيت حلو ملوش ريحه، يعني زي زيت القليه، والله الريحه دي اصلا بتقلب العماره كلها. بصوا انا بعمل خطوه هي تبان بسيطه بس بتفرق، اللي هي ايه، بشوح صلصه الطماطم، ده بيديني طعم حلو جدا، وكمان بيخلي لون التسبيكه غامق عن لو نزلتها على طول. دي تشويحه كده بسيطه، وهنزل كمان بالثوم، فصين مثلا من الثوم. في ناس تعمل التسبيكه بتاعت الكفته دي بثوم بس، وفي ناس تعملها ببصل بس، انا بحب اعمل الميكس ده لان في الاخر بيديني طعم تسبيكه حلو، ميكس بين البصل والثوم، فبراحتكم لو انتم ما بتحبوش ثوم استغنى عنه خالص.
انا ما بموتش البصليه او ما بغمقش البصليه، يعني هي يا دوبك تبقى شفافه معايا بروح مكمله على طول. طيب هنزل بقى بعصير الطماطم سواء فريش او مركز، حالا وهنزل بالبطاطس هنا قبل ما اضيف الميه، اديها تقليبه تتغلف كده بالصلصه. بصوا بقى البطاطس وهتستوي ما تقلقوش، هي صغنونه خالص فمش تاخد وقت. اهي دي اكله، كل لو ضفت شويه لحمه معصجه بقت اكله عندي، وزودت شويه ميه صغيرين بس، هكمل بقيه الميه. عشان البطاطس طبعا محتاجه تسويه، فانا بسيب البطاطس تغلي شويه على النار، اهو ما تاخدش 10 دقايق، وهغطيها لحد ما الكفته تبتدي ان هي تستوي. هروح اعمل ايه بقى في المرحله دي؟ هنزل الكفته تكمل تسويه. تعالوا نشوف الكفته كده وهي نازله تتدلع مع التسبيكه.